طيب في مسلسل عشق وجزاء كان جزء كبير من دورك ان انت عايز تغير العادات اللي موجودة في المكان اللي انت اتولدت فيه واهلك فيه، وكمان شفت مسلسل تاني لسيلا كان عندهم نفس القصة ان هم عايزين يغيروا العادات. لأي مدى العادات هنا في تركيا، العادات القديمة لسه الناس ماشية عليها، خصوصا العادات اللي هي زي الطار مين بيجوز مين علشان خاطر نوقف الطار، او مين هيجوز مين علشان زي ما انت جوزت مثلا مرات اخوك اللي توفى علشان الورث ومش عارف ايه، العادات دي لأي مدى لسه ماشية في تركيا؟ طبعا هي من زمان كنا بنسمع بهاي القصص كتير ويحكوا عنها، إن كان بالجرايد أو يعرضوها على التلفزيون بالأخبار، بس من شي 5 أو 10 سنين ما عاد سمعنا فيها وخفت المشاكل كتير عن قبل. بس طبعا لسه في هيك بالأناضول وبكم منطقة باسطنبول لهلا في هيك عادات. بتحس ان الدراما اللي انتوا بتعملوها ممكن فعلا ان هي تعالج المشكلة دي؟ هل ممكن تأثر على الناس؟ هلا هالشي ما فينا نضمنه 100%، لان الناس ما بظن كل الناس واعية لتفهم وتتعلم من يلي منعرضه. اذا بدنا نحكي عن الفن كوظيفة فهو بيقدر يوصل فكرة معينة للمشاهد بسهولة ويوعي ويعلمه كتير شغلات، بس انا ما عم اقول انه لازم يلي بيشوفه يتعلم منه، اكيد مو بهاي الطريقة، لان نحن عنا ايمان بفكرة معينة ومنعملها، ووقتها الناس بيتفرجوا عليها واذا حبوها واقتنعوا باللي شافوه بيتأثروا فيها، وأكيد في ناس بتتأثر بالفن وبنسبة كبيرة كمان. نتكلم عن الصامتون اللي انت مفروض بتشتغل فيه دلوقتي، كلمنا دورك عامل ازاي في المسلسل؟ هلأ هن 5 رفقات، واحدة منهم بنت وأربع شباب عايشين بنفس الحارة وتربوا مع بعض من هن وصغار وكانوا مثل الأخوة وكتير رفقة وبيحبوا بعض. ومرة وهن عم يتمشوا في واحد قال لهم امشوا ناكل بقلاوة، وفعلا راحوا واشتروا بقلاوة. فجأة مدري شو خطر ببالهم، تولدنوا وضربوا البياع وسحبوا العرباية للشارع الثاني وكان بدهم يسرقوها، بس وقتها ما قدروا يهربوا ومسكتهم الشرطة وبيفوتوا على السجن على الأحداث طبعا لأنه لساتهم صغار. وبعدين بالسجن بيتعرضوا للضرب والتعذيب وبيتحرشوا فيهم كمان، وخاصة من المحبوسين الكبار اللي كانوا معهم بالسجن وقتها. وبعدين بس يطلعوا بيفترقوا، وبعد فترة بالصدفة واحد منهم بيشوف واحد وهو عم يقتل حدا بالشارع، وبتبلش القصة الثانية وبيرجعوا يجتمعوا سوا من جديد، بتبلش فكرة الانتقام. طبعا في قصة حب كمان، في شابين منهم بيحبوا رفيقتهم اللي معهم ودوري بالمسلسل واحد منهم، بكون بعمر ال 12. طبعا هو حب طفولة بس للأسف اضطر يتركها ويروح، لأن بعد ما انحبس هو ورفقاته بالأحداث طول فترة السجن ما بيشوفها وما بتزوره أبدا، لهيك بيفترقوا. وبعدين بتمر الأيام وأنا طول الوقت بفكر فيها وبتمنى نرجع لبعض لأني بكتشف أني ما بقدر أعيش بدونه. وبعدين ببلش الصراع بينه وبين رفيقه، وهالدور أخده زميلي سارب أكايا ويلي قدر يعطي هالشخصية كاريزما كتير حلوة. بيحبها لآهو اللي هو اسم البنت، بيصير في علاقة بينهم، وبعدين أنا برجع لأدخل بحياتهم ووقتها بيصير كتير مشاكل بينهم وبيتقاتلوا على البنت، وبعدين بتكمل قصة حبهم وبيعيشوا سوا. ومن جهة تانية بيحكي عن هالرفقات الخمسة واللي هن سبب هالعلاقة الطفولية، لأن هالصداقة اللي بينهم قربتهم من بعض، ومع كل هالشي للأسف بيتخانقوا وبعدين بتصير هالمشاكل بينهم وبيفترقوا، وانتقام هالرفقة الأربعة هو الحدث الأساسي بهذا المسلسل. ده أول جزء بتصوروه؟ خلصنا الجزء الأول وهلأ بلشنا بتصوير الجزء الثاني، وصورنا حلقتين منه والأسبوع الجاي رح يبلش عرضه. وبتفكروا تعملوا كم جزء منه؟ بصراحة ما عندي أي فكرة عن هالشي، يمكن يكون بس هالجزئين أو في واحد تالت، واحتمال يكون في أكتر من هيك. وقد ما كملنا بهالعمل بالحقيقة نحن كتير حابين إنه تكون نهايته حلوة مو سيئة، يعني ما بدنا الناس تمل منه كتير، ونحن بيهمنا هالشي، يعني
ما بدنا نقعد ونماطل بالقصة كتير وزيادة عن حدها، وخاصة بحالة هالمسلسل هاد واسمه الصامتون، لأنه قصته اجتماعية وحابب ما تتشوه فكرته وما نطول فيه. هلأ ما بعرف بالضبط شو رح نتفق بعدين، بس يمكن بشباط أو آدار أو حتى حزيران نخلص تصوير هالجزء، وبالآخر أكيد رح يخلص. طيب احنا اتكلمنا كتير عن الشغل واتكلمنا عن السياسة، وأنا حاسة من كلامك إن أنت دايما متحفظ. أنا هسيب لك يعني أي وقت أنت عايزه. مين مراد يلترن؟ احنا عارفينك من التلفزيون، ممثل، اهلك كانوا عايزينك، انت مين؟ هلا انا ما بعرف احكي عن حالي ابدا، والقصه يعني مو غموض او تحفظ، بس يمكن انا طبيعتي هيك. وحتى تعرفي حدا منيح لازم تعيشي معه وتشاركي حياته ومشاكله وتفاصيل حياته. بس يعني هلا انا بكل شيء بقوله او بعمله بحياتي عم حاول فيه انه يقربني من الناس، بس كمان في كم شغلة حب اني خبيها لحالي، مثل عن تجاربي الخاصة او عن حياتي العائلية، لان هالشي خاص فيني ومن حقي اني احتفظ فيه لانه شخصي، وقوله بس لرفقاتي ولأهلي، للناس اللي بعرفها منيح. يعني مو ضروري الكل يعرفوا كل شي، وبنفس الوقت مو معناها الكل ما يعرفوا شي، وهالشي مو غلط ابدا، وأغلب الناس بتعمل هيك، وأنا هيك كتير مبسوط. يعني أنا ما بعمل مقابلات بالمجلات لأن ببالغوا وبكذبوا وما بهمهم غير الربح من كل شي بيعملوه. يعني أنا من وقت ما تزوجت بروح على شغلي، برجع على بيتي وبقضي وقت مع رفقاتي، بروح لعند أهلي وبزورهم يعني مثل أي حدا تاني. عندك هوايات تانية غير أن أنت غير شغلك؟ انا اكتر شي بحبه انا ومرتي بنحب انه يجوا لعنا رفقاتنا ونسهر سوا بالبيت او نروح لعندهم. بعدين انا ما بخطط لاي شي بدي اعمله لو شو ما كان، وشو ما يخطر ببالي بعمله بلحظته وما بصعب شي وبستمتع فيه. ويمكن يكون بدي اركب خيل او روح مشوار مع رفقاتي لناكل او سافر لشي بلد، او يمكن جمال. ما بعرف بس جمال باخر سنه فيني اقول لك تعبنا كتير، بس بصراحه كانت كتير ممتعه. طب بتحب تسافر فين؟ يعني ما في شيء محدد، المهم انه نسافر لمكان جديد. يعني هلا مثلا تركيا، فينا نقول انه اوروبا بتشبه تركيا شوي، بس حتى لو كانت هيك انا بحب اني سافر لهنيك وشوف شي مكان جديد واتعرف على حضارة كل بلدان العالم. ما عندي هاي التعقيدات، ما لازم روح لهون او خطيت من قبل، بلحظتها شو بيخطر ببالي وحسب وقتي، اذا كنت فاضي بحمل حالي وبروح. القصة بسيطة بكل بساطة، انه ما في عندي شي صعب. ومصر كانت من البلدان اللي كتير. عن الرحلة في مصر كانت عاملة ازاي؟ بالنسبة إلي مصر كانت منطقة مختلفة كتير، وبصراحة شدتني كتير إلها. المثير بمصر إنه فيك تشوفي فيها الدنيا بكل جوانبها، يعني مثلا نهر النيل اللي بيمر من نصه منظره كتير حلو، يعني بتشوفي الحياة فيها مقسومة، وبكل جهة طبعا في حياة مختلفة عن الجهة التانية. وطبعا منظر الأهرامات والمناطق اللي حواليها كان كتير حلو. كانت رحلة غريبة كتير بالنسبة إلي، بتلاقي فيها كل شيء. أنا ضليت بمصر 3 أيام وانبسطت كتير والله، وتعرفت هنيك على إنسانة ظريفة وحبابة معي كتير، وبحب شوفها بحياتي مرة تانية ونقعد نحكي سوا مدام ليلى تاكلة. وبحب أني أبعت لها سلاماتي من هون، هي إنسانة مدهشة وإلها قيمة كبيرة بمصر وجهودها كبيرة بالجمعيات الإنسانية، عن جد إنسانة بتجنن. رحت فين في مصر؟ إيه الأماكن اللي رحتها؟ هلا طبعا زرت الاهرامات وشفت نهر النيل، ركبنا بقارب وتفتلنا فيه، وكنت وقتها جاي مشان مهرجان. ما كانت زياره طويله، شي 3 ايام وسافرت دغري. بعدين تفتلت بشوارع مصر ورحت على السوق، انبسطت كتير. لا المره الجايه لما تيجي لازم تشوف حتت اكتر في مصر وتشوف كمان افلام عرب. طب هكلمك تاني عن عشقك للخيل، قولي بدا عشقك للخيل من مسلسل عاصي ولا من قبل كده؟ ايه كانت اول مرة طبعا وقت مسلسل عاصي، وصحت لي فرصة وقتها لأركب خيل
وكان كتير حلو. بهديك الفترة تدربنا لنعرف كيف نركب خيل، بس بعدين بأنطاكيا خيولنا كانت معنا عطول، وكنا نروح أنا وجمال وأحيانا نتسابق فيها، وصرت عطول أركب خيل. نشكرك جدا جدا على وجودك معنا، واستمتعت جدا بالحوار معك. أنا بشكركم كتير، وشي أكيد رح كون مبسوط فيكم إذا بتجوا لعندي، وبشوفكم بزيارتي التانية لمصر، وهالشي بيشرفني أكيد. وسلامي للكل.